انطلق إبراهيم بعدما تكلم مع زوجة إسماعيل عليه وعلى أبيه السلام، ثم غاب مدة وجاء بعدها لينظر ولده، فوجد إسماعيل قد جلس تحت دوحة كبيرة، أي شجرة كبيرة، يبري النبل، يبري السهام. فلما رآه إسماعيل قام له، وكان قد غاب إبراهيم فترة طويلة، فصنع معه كما يصنع الولد مع والده ويصنع الوالد مع ولده، أي تعانقا وقبلا بعضهما. ثم قال له إبراهيم: يا إسماعيل، إن الله قد أمرني بأمر. فقال له إسماعيل: يا أبتي، افعل ما أمرك الله. قال: أو تعينني؟ قال: نعم أعينك. لم يسأل إسماعيل بماذا أمرك الله. انظر إلى هذا الولد الصالح الذي تربى على تعظيم أمر الله عز وجل، لم يسأل والده بماذا أمرك الله يا أبي، يا أبي، إنما قال له: افعل ما أمرك الله. وهذا يدل على تعظيمه لأمر الله سبحانه وتعالى. وهذه أمور إنما يتربى عليها الأولاد، يتربون على تعظيم أمر الله عز وجل من آبائهم وأمهاتهم. فإن أردت أن ينشأ ولدك معظما لأمر الله عز وجل، فاجعله يرى تعظيم أمر الله عز وجل فيك، واجعله يرى تعظيم أمر الله عز وجل في أمه، لأن هذه الأساليب هي التي تؤتي الثمرة المرجوة في الأولاد. لكن أن تأمر ولدك بالمحافظة على الصلاة وأنت لا تصلي، أن تأمر ولدك بعدم الكذب وأنت تكذب، أن تأمر ولدك بعدم سماع الحرام وأنت تسمع، لا تأمر ولدك بعدم قول الحرام وأنت تقول وهو يرى ذلك منك، فكيف سينشأ هذا الولد معظما لأمر الله؟ فلقد قال القائل قبل ذلك: إن ناشئة يأخذها الصالح بالمثال خير من ألف نصيحة بالمقال. فمن أنجع أساليب التربية، التربية بالقدوة، أن يرى الولد منك تعظيما لأمر الله سبحانه وتعالى، أن يرى منك تعظيما لشعائر الله عز وجل، أن يراك سباقا إلى المسجد، أن يراك سباقا للقرآن، أن يراك سباقا للصدقة وصلة الأرحام، أن يراك سباقا في الصدق وترك الكذب. هذا أفضل ما تورثه لولدك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن أعظم ما تورثه لولدك تقوى الله. فهذا إسماعيل ما سأل والده بأي شيء أمرك الله، إنما قال له: يا أبتي، افعل ما أمرك الله به. هذه نتيجة تقوى من الوالدين. وانظر إلى إسماعيل عندما كان رضيع وكان يبكي من شدة الجوع، انظر إلى رد فعل أمه عندما قالت لزوجها: الله أمرك بهذا؟ فقال إبراهيم: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا الله. عظمت أمر الله عندما كان هذا الولد رضيعا في حجرها، فلما كبر هذا الولد عظم أمر الله عز وجل. إنما التقوى تورث. انظر إلى الموقف الذي ذكره الله عز وجل في سورة الكهف للغلامين اليتيمين، قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك.
حفظ الله عز وجل الذرية بصلاح الآباء والأمهات. وهذا ما كان في إسماعيل، نشأ على تقوى الله وتعظيم أمره، فقال يا أبت افعل ما تؤمر. قال أوتعينني؟ قال أعينك وهو لا يعلم على أي شيء سيعين والده. فقال له إبراهيم فإن الله قد أمرني أن أبني هاهنا بيتاً،